المواطن العراقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزمات وتحديات على باب الحكومة، وباب الحكومة مغلق. ملف المياه والكهرباء وتحدي الدولار اللي الآن ما زال يذبح الشعب العراقي على مستوى غلاء المعيشة، تردي على مستوى بعض الخدمات، لكن ما زال الشارع ينتظر تعليمات الموازنة والإجراءات وأن تذهب الحكومة لنهاية هاي التحديات الخطيرة والأزمات. فهل باب الحكومة مغلق أم مفتوح أمام بعض التحديات ومعالجتها من خلال الطرق السليمة؟ وراح أخلي أيضا ملف مجالس المحافظات وبعض الملفات المهمة على طاولة البرنامج. خلونا نرحب بضيوف الكرام معي في الاستوديو، دكتور سنان السعدي السياسي المستقل. دكتور شرفتنا. أنت الشرف، تحية لكم مشاهدين الكرام والضيف الكريم. الله يحفظك. وأيضا سيكون معي السيد حامد الصراف الباحث في الشأن السياسي. صاحب حامد، إذا كنت تسمعني رحب جنابك. أسمعك، شكرا جزيلا، تحياتي لك دكتور. خلي أسألك مباشرة، ما هي الأزمات والتحديات اللي ممكن تواجه حكومة السودان الآن؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة دكتور قصير، وتحياتي مرة ثانية لك ولضيفك ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة أزمات كثيرة، يعني أزمة النظام، نظام الحكم والسلطة في العراق هي المظلة الكبيرة اللي تحيط بها النظام في العمل السياسية برمتها. طبعا الطبقة السياسية أيضا، الفساد، هذه مسألة أصبحت الآن مزمنة منذ 20 عام. عندك تفضلت يعني أو تحدثنا بها في حلقة سابقة أعتقد، يعني أزمة الماء والكهرباء وأزمة الحكم والسلطة والعملة، صح، والعمل الاقتصادية والاقتصاد والزراعة والتشغيل والبطالة والفقر. الفقر الآن أنا أقول لك إياها بصريح العبارة، هي تقريبا الآفة الأكبر الآن، هي والمخدرات اللي تهيمن على وضع، صح، المجتمع العراقي. لماذا؟ لأنه الآن الفقر وصل حد، يعني خط الفقر وصل إلى تقريبا 40%. هذه نقطة جوهرية. السيد السوداني راح نجيها واحدة واحدة، يريد يفعل القطاع الخاص على مود حتى يمتص البطالة ويرفع بالمستوى المعاشي. المستوى المعاشي منحدر لأنه هناك مضاربات بالسوق، سوق العملة، وهناك الآن ثراء فاحش وفقر مدقع. هذه الفوارق اللي أرادتها القوى الإقليمية والدولية أن تخلق طبقة فاسدة مهيمنة على مقاليد السلطة وتتعامل معها على أساس قدرتها، وهذا أيضا نجي إلى قضية الانتخابات والمال السياسي وإلى آخر. هاي أهم الأزمات. أزمة، أكو أزمة أيضا نفسية عند العراقي، أزمة حقيقية، هي أنه الحقيقة فقدوا الآن الأمل بهذه الطغمة الفاسدة والنظام السياسي، يريدون التغيير بس ما لاقين الآن، يعني ضالتهم في وديتني على التغيير. خل أسألك على التحدي الخارجي. أكو تحدي خارجي الآن يواجه العراق، هسه يجوز أولها قضية التلويح بالتغيير، النظام أو انقلاب عسكري أو قوة إقليمية ودولية أو فواعل معارضة تجي تغير. أكو هيش تحدي حديث هواي الآن يدور. تمام، هذا الحديث هذا يعني للتسريبات لامتصاص النقمة. لا يمكن أن يجري تغيير من الخارج على الإطلاق، ولا أقدام أم واحد أبدا. العوامل الخارجية الدولية، أمريكا مستفيدة من هذا الوضع، إيران مستفيدة من هذا الوضع، هم أرادوا من 20 عام، أرادوا للعراق أن يبقى على هذا الوضع، يستنزفون طاقاته، إمكانيته، ثرواته، يسرقون. شوف الغاز، مليارات الدولارات. الآن انحلت مشكلة أمريكا وإيران بالسر، صار لهم سنة يتفاوضون من عندها 11 مليار دولار من العراق، يعني إطلاق مثل ما يقال الأموال الإيرانية المجمدة لدى البنوك، من ضمنها بكوريا ومن ضمنها بالعراق ومن ضمنها بأمريكا. فهناك صفقات خلف الكواليس الدور، هناك تخادم بالمصالح بين أمريكا وإيران. الضحية الأول والأخير فيها هو العراق بالدرجة الأولى، والمنطقة لبنان وسوريا واليمن وليبيا وغيرها. طبعا الحقيقة هي هذه المصيبة، مصيبة العالم العربي اللي صار ضحية بين الصهيونية والخمينية والإمبريالية الأمريكية. هذه حتى أختصر لك إياها، إحنا ضحايا، الشعب العراقي ضحية. طيب، لذلك راح أعود لك التغيير من الداخل، أيه.
إرادة العراقيين. نعم التغيير إلا داخلي. دكتور سينان، أزمات وتحديات، وذات السؤال للسيدة صراف، قلت أكو تحديات خارجية الآن كثير من يلوح بيها، وشاهدتك تأشر تقول ما أكو تغيير خارجي ما راح يصير. رأيك على مستوى التحديات ومستوى أداء الحكومة؟ بكرر التحية لحضرتك والضيف الكريم أستاذنا حامد الصراف والمشاهدين الكرام. التحديات بالنسبة للدول أمر طبيعي، وهي تنقسم إلى نوعين، داخلية وخارجية. لكن التحديات في العراق تراكمية. صح. تحديات تراكمية أضيفت لها تحديات جديدة في عهد السيد السوداني. أما فيما يتعلق بسؤال حضرتك، أنا أتفق مع الضيف الكريم أستاذ حامد فيما يروج عن قرب التغيير الخارجي. سيد العزيز، احتلال العراق ليس بسبب خطورة النظام السابق ولا بسبب أو أسلحة دمار شامل وهاي احتلال العراق يرتبط بالعقيدة التلمودية. هذه الرادة فتح حلقة تفصيلية في الكتب لدى اليهود أو الصهاينة. لا تقوم دولة إسرائيل إلا على أنقاض بابل، وبابل هي العراق. هذا يأخذنا إلى نقطة مهمة. وضع العراق حاليا يخدم إسرائيل، لأن العراق دولة مواجهة حتى وإن لم تكن متاخمة لإسرائيل. العملية السياسية فصلت للعراق لإيصال لهذه المرحلة. أما ما يروج اليوم، مع كل احترام من الأخوة المحللين اللي يطلعون بالإعلام أو يظهرون بالإعلام أو الأخوة الإعلاميين، أعتقد قراءتهم خاطئة. لا يوجد تغيير. الوضع في العراق يخدم كل دول المنطقة، يخدم الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التغيير لامتصاص نقبة الشعب العراقي، لخداع الشعب العراقي. بالمقابل القوى السياسية تروج لهذا الموضوع حتى يخوفون جماهيرهم، خصوصا القوى السياسية الشيعية، بعودة حزب البعث. وهذه دائما تكرر قبيل الانتخابات من أجل حث جماهيرهم بالتوجه للصندوق، خوفا من عودة حزب البعث. وهذه فد إشاعة مغلوطة ومكررة ومستهلكة مع كل انتخابات. لذلك وضع العراق يبقى وضع العراق مستقر. أما الأزمات، أي عندنا استقرار، حكومة عندها استقرار. إذا الأطراف الإقليمية والدولية ما تريد لك العراق مستقر. الآن ما تتحدث به الحكومة إنه إحنا مستقرين الآن، وضعنا فترة ذهبية، الدولار بأحسن حالاته، أسعار النفط ممتازة. من المعيب جدا على الحكومة، ويقول لك أستاذ حامد ترى 40% خط الفقر لا وجزء أبر. من المعيب جدا الحكومة تصرح هكذا تصريحات، خصوصا والشعب العراقي شعب مو سهل، شعب نما وترعرع في السياسة. يوم حتى العجوز سائق التاكسي بائع الخضروات سياسي. فهذا يوصل لك في مرحلة انه الحكومة ما قاعد تحترم الشعب. اليوم لو الحكومة تحترم الشعب ما تكذب عليه. والاستقرار، الاستقرار بالكهرباء، الاستقرار بأزمة المياه، وأن نحن مقبلون على تغير مناخي، الاستقرار بالفساد، الاستقرار بالسلاح المنفلت، الاستقرار بالمزاجية والانتقائية في تطبيق القانون بحق المفسدين. لا، الاستقرار لدى الحكومة في الفساد والتغاضي عن السرقات، هذا الشيء مستقر. أما الاستقرار خلي يعددون منجزاتهم. أنا مع الأسف السيد السوداني يظهر للإعلام وإحنا من نسيء له لكن ننتقده، يصرح هكذا تصريحات. أنا كنت أتمنى يراجع تصريحاته قبل تسلم منصب رئيس الوزراء. كان تصريحات شخص مواطن حاس بمعاناة الشعب العراقي. لكن صراحة استبشارنا أو تفاؤلنا به ذهب مع حذف تغريداته قبل تسلم منصب رئيس الوزراء. يعني تعتقد التحدي الأكبر تحدي الفساد اللي موجود، هذا الأخطر الآن؟ نعم الفساد، لأن الدولار يمكن تحله إذا طاوعت أمريكا. أزمة المياه يمكن إذا تكون مفاوض ناجح تضغط على تركيا وإيران تحل ملف المياه، لكن الفساد ما أعتقد. جميل. أستاذ حامد، سيد الصراف، أعود لك مرة أخرى. جنابه قلت التغيير لن يكون إلا من الداخل، بس الآن من أشوف وفد عالي المستوى
عسكري من الأمريكان ويلتقي بوفد عالي المستوى على رأسهم وزير الدفاع ورئيس جهاز المخابرات العراقي، وترأس هذا الوفد بصورة شفتها السفيرة الأمريكية، وأحاديث جانبية عن البعثية وعن عودتهم وعن تغلغلهم، وأسمع بالبرلمان قراءة إعادة عقارات وأملاك البعث، الناس هم تفهم تقول لك شنو الموضوع. والآن أكو زيادة عدد كبير في صلاح الدين للقوات الأمريكية، يقول لك هم أكو يعني أكو مؤشرات خطيرة قد تكون. هذه المؤشرات الحقيقة هم يفتعلوها افتعال، لأنه يريد الأمير طبعا الأمريكان يريدون الآن بعد المتغيرات اللي حدثت في العالم في أوروبا، روسيا الآن بدأت تحقق انتصار على الناتو، حلف الناتو، لأنه الحرب الأوكرانية ليست حرب بين أوكرانيا وروسيا وإنما حرب بين الناتو وروسيا. جهة الصين أيضا، الصين الآن تتغلغل بالمنطقة، يعني شفت حتى المصالحة السعودية الإيرانية بوساطة صينية، أمريكا فشلت في سياستها في تحريض هذا الطرف على الطرف الآخر. النقطة المهمة، الصين صاعدة الآن قوة ليست اقتصادية سياسية عالمية، يعني قطب مهم في السياسة الدولية، وإنما أيضا في الجانب العسكري، الأسطول الصيني، الأسطول الروسي. الآن هناك تخلخل في موازين القوى، الأمريكان لا يروق لهم أن يرون الشرق الأوسط يفلت من أيديهم كما فلتت مثلا الآن من أفغانستان، يعني هزموا هزيمة نكراء. فلذلك الآن يريدون هذا المنطقة حساسة مهمة جدا. على هذا الأساس قلت أنه هناك خلف الكواليس يدور الحقيقة، تدور مباحثات والعراق همينة ورقة أمريكية مهمة بالمنطقة، مثل ما اشتغلوا بيها بأيام 2003 قصة القاعدة، وبعدين رجعوا لك بقضية داعش، وما زال موضوع الطاقة ونقل المعابر والغاز كله معطل بيد الأمريكان. نعم هذا يعني الهيمنة موجودة بقوة. تمام، هذا هو اللي يريدوا يفرضوه فرض، ليس فقط في المجال العسكري، قواعد قواعد مهمة، يعني عين الأسد واحدة من أهم القواعد في المنطقة. صح. الآن يعني بيها مدرج البي 52، يعني طائرات العملاقة، يعني هاي واحدة. اثنين، القضية الاقتصادية، العملة، شفنا أنه تستخدم العملة ورقة للضغط لترويض السوداني وحكومته. صح. والإطار، حكومة الإطار، يعني إجبارهم على أنه يرضخون. اثنين، ثلاثة، أيضا التطبيع، هاي نقطة ثالثة، الكهرباء. أنت شفت السفيرة الأمريكية لما إجا جنرال إلكتريك، الشركة الأمريكية فتحوا باب على أساس يريدون يحلون مشكلة الكهرباء. طبعا هذا كذب، هذه هي مشاهد هوليودية، مسرحيات، ولا ما 20 سنة ليش الأمريكان ما كانوا يقدرون يحلون مشكلة الكهرباء منذ أن دخلوا العراق بال 2003 ولغاية الآن، يعرفون النمو السكاني وحجم حاجة العراق للطاقة الكهربائية، والعراق يعني شطار، احنا عندنا إذا هاي الهيمنة موجودة، شنو اللي يمنع الأمريكان أن تغير لك هذا النظام؟ إذا أنت تتصور لي أستاذ صراف الهيمنة الأمريكية بهذا الحد بالعمق، والسفيرة تتحكم بهاي الطريقة، هذه لأنهم حسوا بأنه المنافسة بين تشكيلة الحكومة الحقيقة بعد الانتخابات، بعد الانسداد بالعملية السياسية طال سنة تقريبا، أنه الإطار يريد والتيار يريد، وكلهم اثنينهم يتنافسون على إرضاء إيران. أولا إرضاء إيران بالدرجة الأساسية، طبعا التيار راد حكومة وطنية لا شرقية ولا غربية، فشل في تشكيل حكومة الأغلبية. الإطار باعتبار أنه بميليشيات ولائية ومعارضة للأمريكان، فهم رادوا يروضون ويورطون في نفس الوقت الإطار بأن يقبل، وقبل الآن وين المقاومة؟ وين محور المقاومة؟ المقاومة لمن؟ غيرهم للأمريكان وللصهاينة، ما يخرجون القواعد الأمريكية، يخرجون النفوذ الأمريكي. أشول السفيرة ما أخذتها مثل ما يقولون فلاحة ملاكة، عرض وطول بكيف تأمر الوزير وتأمر رئيس الوزراء وتأمر المسؤولين. فلذلك أنا أقول شيء مهم، الأمريكان يريدون علنا أمام العراقيين يقولون إحنا ما زلنا الحاكم العسكري المدني السامي، إحنا المندوب السامي في العراق، لا منافس لنا بهذه الأرض. لذلك أنا أقول لك ليش الشعب العراقي تململ، الشعب العراقي استاء من إيران واستاء من أمريكا، لأنه هو ده يدفع الثمن. كهرباء، شنو قصة الكهرباء؟ تعال قل لي، 120 مليار دولار صرف العراق لغاية الآن، وين الكهرباء؟
ليش ماكو استقلالية بمحطات كهرباء خاصة بالعراق؟ ليش مرة ربط بإيران، مرة ربط بالخليج، مرة ربط بالأردن، هذا بمصر؟ فهذه عملية الحقيقة مفبركة. الأمور خيوط اللعبة بيديهم، الكهرباء بيديهم، العملة بيديهم، يريدون هم يخلقون وضع طبقة طفيلية. حتى نمط الاقتصاد هاي بالسياسة وبالاقتصاد، نعم، معروف نعم، أن نمط الاقتصاد يريدون يفرضوه على العراق. ليش أنا قلت 40% تحت خط الفقر؟ لأنه يريدوها رأسمالية بشعة على غرار ما موجود عندهم من أنظمة نظام بفوارق طبقية، بهم ناس مسحوقين ينامون بالشوارع. هاي أمريكا لا تغرنا. نشوف هذا راح يولد انفجار أستاذ الصراف، هذا راح يولد انفجار. تشرين حتى ما كانت بحسابات القوى السياسية ولا القوى الإقليمية ولا حتى الأمريكان، رغم أنه الأمريكان كانوا لهم ضلع ببعض القضايا، بس ورقة الشارع ممكن أن تصير بأي لحظة. هذا كلام ما يحسبون حسابه الطرفين، لا إيران ولا، يجهلون حماس العراقيين ورغبتهم بالتغيير. لكنه مثل ما يقال، يعني اتقي شر الحليم إذا غضب. الحليم العراقي حليم في هذه الحالة، ينتظر يشوف الأمور، ولما يحدث الانفجار لا أمريكا تقدر توقف بوجهه ولا إيران تقدر توقف بوجهه ولا العالم كله يقدر يوقف بوجهه. الانفجار جاي أستاذ قصي. الانفجار أنا أقول لك، لأنه الناس ما تتحمل الجوع والعطش والظلم. هذا ظلم، يسموه الفقر ظلم. الآن راح أعود لك سيد صراف. دكتور سنان، لا سبيل لنا إلا صناديق الاقتراع، الحكومة والبرلمان عدلوا القانون ورايحين لمجالس محافظات كخطوة أولى، يرجعوا لك مجالس محلية وبعدين يروحون إلى انتخابات برلمانية. ورقة التغيير بيد العراقيين. ولا عندك ملاحظة كلام؟ أي. بالنسبة للصناديق الاقتراع، أنا من دعاة التغيير، يعني من خلال، يعني عن طريق صناديق الاقتراع، لكن طيب. صراحة فقدنا الأمن، الأمل أدرا، لأن هذه الصناديق أعتبرها صناديق مثقوبة. نعم. والدليل بالفساد، بالتزوير، بشنو؟ بالفساد، بالتزوير، خضوع المفوضية التي هي لا عليا ولا مستقلة. نعم، لأنه ارجع المفوضية توزيعاتها، كل حزب له ممثل، وين الاستقلالية؟ أما العلو، لا علو مع التزوير. أما ثورة صناديق، هذا كلام طوباوي هيجي. نعم. ايه انتخابات البرلمان سيد العزيز، النيابيه، اذن احنا عندنا مجلس نواب وليس برلمان. 14% هاي احصائيات الامم المتحده من مصادر مقربه مني، صح اصدقائي، بالتزوير وصلوها النسبه المعروفه. سيد العزيز، الشعب سوف يكون اكثر عزوفا عن انتخابات مجالس المحافظات، وهذا ما تبحث عنه القوى السياسيه، لأن العزوف عن الانتخابات هذا راح يفسح مجال للتزوير والتلاعب. كل ما تقل نسبة ال، وعندهم جمهور موجه يروح ينتخب. نعم. وجمهور حزبي وجمهور نفعي، وجزء منهم عندهم جمهور عقائدي، فراح تكون الصناديق جاهزة لهم. فلذلك أي تغيير من خلال الانتخابات لا تتفائل وتتوقع هذا الكلام، ما يتحمل مسؤوليته، لانه مجالس المحافظات الان هواي اكو احزاب ناشئه واحزاب تشرينيه واحزاب جديده طلعت للساحه، يجوز تاخذ نصيب من مجالس المحافظات كخطوه اولى. مجالس المحافظات سوف تكون ترسيخ للقوى السياسيه النافذه واعاده هيمنتها على المحافظات. طبعا اليوم مجالس المحافظات لو نحسبها بالورقه والقلم اكثر اهميه من مجلس النواب. شلون؟ اول شيء على تماس مباشر بالخدمات، ثانيا هي اللي تختار المحافظ، ثالثا هي اللي تحدد ابواب الصرف. اذا جايه ميزانيه همينة. طبعا جاي. اذا هي مصدر تمويل للاحزاب الفاسده، واغلب الاحزاب السياسيه احزاب فاسده. القوى الناشئه ندعمها، لكن هل تتمكن من المنافسه؟ لا. السبب، لا تملك مال سياسي، لا تملك نفوذ، لا تملك ثقل شعبي. وجوز دكاكين تريد تدخل بتحالفات كبيرة حتى. أشكرك على هذه الملاحظة. وهم سؤال. بعضهم فقس أحزاب جديدة. ليش الآن هاي؟ طبعاً هو راح أرجع الدكتور همين هم أسئلة. ليش الآن اللي شكل له حزب ناشئ
يفكر انه قضيه الثراء تتحقق من خلال تشكيل حزب ودخول الانتخابات، لانه ادري هي سياسه ثراء لو سياسه عمل وطني اي اول شيء، لانه هذا هي يعني اصحاب التفكير ما عندهم مبدا، ثاني شيء يعرفون نفسهم ما راح يحصلون شيء، فيكونون ادوات للاحزاب النافذه لحرق الاصوات وتشتيت اصوات. هذا بالنسبه للقوى الناشئه. طرقت التشرين، انا مع تشرين كدائم والظاهرنا، لكن من شفنا اكو بعضهم اخترقوا تشرين وسرقوا تشرين وبداوا يحرقون انسحبنا، لان تشرين ثوره شعب مظلوم صحيح. وليست ثوره مخربين. طيب والمخربين قليلين ومحدودين، لكن مثل ما تعرف الشر يعم، يعني شلون المخرب اداء يكون اوضح من المصلح. فانتهمت تشرين. سيدي العزيز، تشرين سرقت ولن تعود تشرين جديدة إلا بخروج التيار الصدري، من الممكن أن يخرجون تشرين، لكن تشرين بدون تيار حكومة تقدر تسوي انتخابات بدون تيار صدري مجالس محافظات؟ أعتقد لأن هي بشهر 12 راح ما باقي شيء، تورط نفسها وتدخل بمأزق جديد. اليوم الحكومة والإطار يطمح إلى إشراك التيار الصدري لسببين. أول شيء حتى يؤمنون شر التيار، وخليه بين قوسين الشر. ثانيا حتى يورطون التيار بالإخفاقات. فاليوم التيار الصدري من ما اشترك جالس على مكان مرتفع ويراقب ويسجل ويعد الأخطاء. لذلك البعض يعني يقرأ الأحداث بأن الإطار ضد اشتراك التيار ويدفع من أجل عدم إشراك التيار، لكن بالحقيقة الإطار يتمنى اشتراك التيار. واعتقد التيار حتى هذه اللحظة متحفظ، وقراءاتي إلى ما راح يشترك. واحتمال مصر انتخابات، احتمال ترحل. أما الصير، لا الصير ليش؟ لأنه إذا تتذكر من أهم نتائج تشرين هو شنو؟ إلغاء مجالس المحافظات. فالقوى السياسية ضررت، فحتى تعيد الامسام يعني مسك زمام الامور بالمحافظات، تريد غير معادلاتها وتوزيعها بالمحافظات، لازم ترجع مجالس المحافظات. اي وفلوسك وزينه جايه مجالس المحافظات. سيد الصراف، ارجع لك للمجالس المحافظات. الان الصراع محتدم على قضيه مجالس المحافظات والانتخابات، واكو من يتحدث يقول ماكو مجالس انتخابات، راح تترحل ل 24 ويصير دمج انتخابات نيابية مع مجالس محافظات، واحتمال عمر حكومة السوداني لا تتجاوز سنة. تفضل. ممكن جدا، بس أضيف لك نقطة أثارها دكتور سنان حقيقة مهمة جدا، هي قضية التوزيع السياسي. وحضرتك سألت يعني الأحزاب الجديدة والأحزاب القديمة. عندي إحصائية سريعة أقول لك إياها. تفضل. لحد اليوم أعلن عن 50 تحالف انتخابي لمجالس المحافظات، 33 منهم جديدة و17 من عندهم قديمة كبيرة. احنا نسمي الكبير القديم اللي هو يملك المال السياسي ويملك النفوذ، وهو اللي بيده خيوط اللعبة بالصناديق الاقتراع والفبركة والأصوات وغيرها، وهي كلها كذبة مسرحية الحقيقة. طيب. أنا يعني أشرت إلها عدة مرات إذا كان مجالس المحافظات، لأنه تدري أنت صار 10 سنين ما أجريت انتخابات مجالس محافظات من 2013 يعني. نعم. جمد العمل بيها، وبعدين جيت ثورة تشرين أصرت على حل المجالس المحافظات باعتبارها بؤر فساد، وهي هاي فعلا الحكومات المحلية يعني المحافظات هي أكبر بؤر فساد الحقيقة في تاريخ العراق. بعد ليش العودة إلها؟ ليش العودة إلها؟ هي مصالحهم تقتضي، أنه يريدون نفوذ، يريدون صفقات، يريدون تشغيل، يريدون فضائيين، يريدون يعني مثل ما يقول مشاريع بالهواء على الورق. خبزة دكتور سنان يقول لك سرقة. طبعا خبزة زين حارة. تمام. لذلك أنا أقول أنه هاي الانتخابات وإن أجريت الشعب العراقي لين فقط يعزف عنها، وإنما أيضا يقاطعها ويرفضها، ويصبح مسلسل لرفض العملية السياسية برمتها. يعني هذه إصرارهم راح يخلي إصرار العراقيين، خصوصا أشار الضيف الكريم أنه التيار الصدري فعلا رفض، وأنا حسب المعلومات اليوم المتوفرة لغاية اليوم التيار الصدري رافض،
وهو طبعا السيد مقتدى الصدر قالها في اكثر من مناسبه، قال يجوز يضغط، يجوز يضغط حتى يلزم السوداني انه انت برنامجك الحكومي وعدت سنه اجري انتخابات، انه انت عمر حكومتك سنه سوي لنا انتخابات نيابيه ومجالس محافظات واطلع انا صبرت لك سنه. يجوز هذا تمام. اللي يفكر به التيار تمام تمام يفكر بها بالطريقه صحيح. وايضا اضيف لك نقطه مهمه، يعني شوف السيد السوداني عنده تيار الفراتين اعتقد اسمه او حركه الفراتين، هذه ما راح تدخل انتخابات مجالس المحافظات، يعني هي من دون كل الاطار تحالف الاطار. ليش ليش؟ اولا هو الشرط عليه كان شرط من كل الاطراف انه هو ما باعتباره رئيس وزراء يتعهد بان ما يدخل اي انتخابات يعني قادمه اذا كان مجالس المحافظات اذا كان انتخابات برلمانيه، لانه هو حتى لا يعني يستخدم او يعني يستغل منصبه يعني على راس الحكومه للاستفاده منها لحركته او لتياره، هاي نقطه. النقطه الثانيه يكون محايد حتى لا ينحاز لهذا الطرف او ذاك في الانتخابات. على اي حال هو طبعا الرجل انا اقولها بصدق، واحنا موضوعنا هو تحديات امام السوداني. نعم. التحديات الكبيره امامك الحقيقه اكبرها هي اقناع الاطراف التي الان متصارعه على السلطه كلها اذا كان داخل الاطار واذا خارج الاطار، واقناع الشعب العراقي. انا لما اقول لك هذا الكلام بالخطاب ماله بالخطاب حتى اليوم في مجلس الوزراء كان يريد يقنع الناس انه يريد يسوي شيء زين، لكنه التحدي كبير اخي، التحديات كبيره، هو مو بالكلام ولا بالتمني. هسه ازمه الدولار مثلا، ازمه الدولار مثلا صار لها سيد الصراف 7 أشهر أو 8 أشهر البنك المركزي ما جاي مدى يلقي حلول حقيقيه للازمه بل جاي تتفاقم، شنو السبب؟ هو هذه النقطه اللي انا اكو فعلا طباعه عمله جنابك نوهت في تصريح سابق قلت اكو عمله راح تجي من الخارج وهاي أسوأ. هذه طبعا موجوده، هي موجوده طباعه عمله مزوره، يعني انا اشرت لها الحقيقه وقارنت بين العمله اللي كان يسموه سويسري في فتره الحصار واللي طبع طباعه داخليه وبعدين تروج وانكسرت العمله، يعني انكسرت قيمه العمله. هناك الان يعني مثل ما يقال صناديق الان تنقل من الجاره الشرقيه الى العراق، مطبوع مزور ويؤخذ بداله دولار، يعني يصرف بالسوق الآن. ولذلك ليش أقول لك أنه التحديات أمام السوداني كبيرة جدا، اللي هي من ضمنها من ضمن التحديات هي شلون يسيطر على الميليشيات الولائية، شلون يروض الوضع لصالح يعني تسيير عمل الحكومة. هاي نقطة مهمة. العملة هو وعد، هو نفسه وعد قال نعم. الدينار سيرتفع سيكون أقوى من الدولار، بما معنى أنه هو وعده انبنى على شيء مهم انه ممكن تسهل علاقته الايجابيه بعض الانجازات بين قوسين مع واشنطن، انه يرضون عليه حتى يسهلون قضيه العمله. بس اضيف شيء مهم، تفضل. مؤشر جدا مهم هذه يجب ان نعرفها. الادارات الامريكيه اعتادت اي مسؤول في اي دوله صديقه او نص مثل ما يقال يدعون الرئيس او يدعون رئيس الوزراء. السوداني لحد الآن صار له تقريبا 9 أشهر ما تم دعوته. حاولوا وزارة الخارجية هواي انه ان يفتحون الباب، ما صارت. ست طلبات رفضت، ما راضين عليه لحد الآن، ما راضين عليه. ليش اداء زين ودا يشتغل مع وكل اللي دا يملوا املاءات الرجل دا يوازن، ليش ما راضين الامريكان؟ رحم الله والديك، ديوازن انت قلتها، ديوازن بين ما تريده ايران وما تريده امريكا وما يريده الداخل. اي مو وضع العراق خطر استاذ صراف، احنا هسه مهم واحد ينتقد انتقاد لاذع، بس وضع العراق هم انت الله حاطك في جغرافيا اكو صراع محتدم بالداخل، هم دولار عندك وهم مصايب عندك وما تقدر هسه واحده من عندهم. حتى اعطي وقت للدكتور، طريق التنميه المستدامه طرحتها الحكومه بطريقه خجوله، منا الصين منا امريكا ما تقبل، ايران على الخط، الخليج تريد ربط سككي ويردون يعلنون وما ماك اي شيء متجمدين. طيب هذا الكلام هو عين الصواب، هو هذا وضع العراق، وهو المفروض هو قبل غيره من كلفوه بتشكيل الحكومه، هو واللي قبله واللي جاي يجوب بعده يعرفون لازم
يعرفون التحدي كبير، التحديات ليس تحدي واحد، التحديات في العراق كبيرة. العملية القيادة والسلطة والحكم ليست عملية سهلة. أنا ما أجي والله لأنه أرغب بأن يعني أجسد قناعتي ومبادئي وأجي أقود دولة مثل العراق بها خطورة كبيرة. لذلك أنا ليش أقول التغيير لن يحدث، لن يحدث بظل هذه الطبقة السياسية، لأنه هذه مرتهنة ارتهان واضح 100% بيد أمريكا وإيران ودول، حتى دول الجوار، حتى الكويت أصغر دولة، قطر وغيرها، كلها الآن عندها أجهزة مخابرات وعندها نفوذ في داخل العراق. لذلك لا توجد استقلالية لا للحكومة ولا النظام السياسي. ولذلك أيضا أقول وأكد على هذه، التغيير القادم يجب أن يكون تغيير شعبي، يجب أن يكون هناك حكم وطني، حكم يتمتع بسلطات كاملة. لا أمريكا تقدر تفرض عليه، ولا إيران ولا تركيا ولا أي دولة أخرى. جميل. أن يكون الحكم نابع من واضح. من إرادة الشعب العراقي. واضح. هذا هو الفرق واضح بين سيد الله. واضح. واضح حسنت. دكتور سنان، التحديات خطيرة. الحكومة يقول لك أنا عندي أزمة كهرباء، المياه تركيا منا قاطع عليه، قضية إيران والغاز الإيراني، أمريكا تفرض إملاءاتها، طرق أرد أستثمر علي 100,000 فيتو، دول الجوار إذا أرد أتحرش بيهم يقولوا لي رجعك للبند السابع، شو يسوي رئيس وزراء؟ سيدي العزيز، هاي التحديات اللي تفضلت بها حضرتك هي جزء من تحديات أكثر. أنا حاولت يعني صحيح تسمح لي تفضل، يعني حاولت أجمع 6 تحديات تواجه الرجل. الفساد الإداري متفقين عليه، تفضل. تدخل القوى السياسية في عمل رئيس الوزراء، وبعض الأحيان إحنا نسأل من اللي يدير الدولة، هل السيد السوداني أم القوى السياسية التي تقف خلف السوداني؟ هذا تحدي كبير. التغير المناخي، أزمة الدولار يمكن تنحل إذا نفذ بعض المطالب وتفاوض مع الأمريكان، لكن التغير المناخي شلون؟ هذا تحدي رباني، لازم يجب أن تكون هناك سياسة. وهذا فد مشكلة. اطلعت أنا على تصريح البنك الدولي الإحصائية، حتى العراق يحاول يتخلص من التغير المناخي ويوصل للتنمية المستدامة يحتاج له 233 مليار يورو وخطة عمل دؤوبة حتى عام 2040. شوف التحدي العظيم مقابل يعني عن 275 تقريبا مليار دولار طبعا أو أكثر. شوف التحدي جد عظيم مقابل شخصيات سياسية ضعيفة خجولة لا تمتلك قرار سياسي إلى أثر على الأمن القومي وسيادة العراق. إيش ينتظرون مثلا إدارة الدولة الآن أو الإطار؟ ليش ما يخلون السودان يقولوا لأخوي إحنا اخترينك رئيس وزراء، روح بزودك، روح بني لي سياسة خارجية، روح للكويت فاوض، روح التركية. سيدي أردوغان دكتور سنان، أردوغان صار شهر ونص يقولون راح يجي لبغداد، تالي متالي يقول راح أدزلكم رئيس وزراء، أدزلكم لا مو رئيس وزراء، راح أدزلكم وزير خارجية. وزير خارجية. شوف لو يقولهم النفط مقابل الماء، طرقت النقطة مهمة جدا. شوف الدول تحترم شعبها وتحترم اقتصادها وتحترم أمنها القومي. احنا سبب زيارة أردوغان حول ايش؟ حول اسقاط المليار ونص الغرامات اللي انفرضت، واللي الثانية جاي غرامة عليه 18 مليار جديدة. لاحظ علمود مليارات مقابل استفادتهم من العراق هي واردات سنة واحدة، احنا اقل تبادل مع تركيا لا يقل عن 20 مليار. بينما احنا شخص صغير واجه الاحزاب السياسية فاسدة يسرق من 2.5 مليار والحكومة ما مهتمة. وعدنا السيد السوداني يرجع المسروقات، واللي رجع تقريبا لا اقل من 4% من المسروقات. لاحظ القيادات شلون تحترم شعوبها وتحترم أمنها واقتصادها وتحترم عملتها متمثلة بالقيادة التركية. ولاحظ القيادات العراقية مثل ما تفضلت أنت وأنا أتفق معك خجولة. نرجع للتحديات الأخرى. أي ليش ما أرجع نفس السؤال للتحديات؟ أكو تحديات خطيرة، ليش ما القوة تجتمع تقول لأخوي إحنا انتخبناك رئيس وزراء؟ نعم أكو مناصب ماخذين، أكو محاصصة، أكو ما أدري شنو، أنت القائد العام القوات المسلحة، روح رسم لي سياسة. إلى الآن القوى السياسية ما جاي تعطي الرجل صلاحية أو تعطيه المساحة أن يروح يشتغل، لأنه ما تريد يشتغل صح. شلون؟
القوى السياسية اللي دعمتها هي سابقا تسلمت منصب رئاسة الوزراء، فاليوم أي رئيس وزراء ينجح هذا فشل إلها. لذلك يجب، لذلك فرضوا عليه أن ما ينزل بحزبه حتى لا يحصل أصوات، وفرضوا عليه الفشل. يا رب هيك طبعا الفشل مفروع السيد السوداني، وأنا أتمنى له النجاح. السيد السوداني يصلح رئيس وزراء في بلد مستقر، بلد مؤسساتي، بلد لا يخضع لسطوة الأحزاب والفاسدين، يقدر يشتغل. شخصيته مع وجود هكذا حيتان ما يقدر يؤدي جزء بسيط من اللي يطمح له واللي يطمح له الشارع العراقي. نعم. لذلك هم رسموا له سياسة الفشل وليس النجاح. لذلك السوداني لن مو هاي راح يصير به انعكاسات خطيرة على من؟ يعني ممكن مثل ما قال سيد صراف يصير انفجار على من؟ لا لا، الانفجار اطمئن، الشعب ما ينفجر. صدق هيك مقيس. ترى نص اللي نص اللي خرجوا بتشرين كانوا يجون ياخذون صورة وياكلون لفات بروس التشارنة، بس سووا لك معادلة، اسقطوا لك رئيس وزراء، حرجوا لك برلمان ما يداوم. نعم. ولو ما كورونا وحكومة الكاظمي كان تشرين إلى الآن، وعلقوا مجالس المحافظات وطوا 800 شهيد وأكثر من 20,000 جريح، والنتيجة جابوا لك رئيس وزراء الكاظمي. ما جابوا تشرين. لا 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 ما جابوا تشرين. لا لا ما جابوا. لا لا يعني الصورة موجودة. لا لا، قوى سياسية جابوا لك رئيس وزراء متهم بالفساد، دماء الشهداء ذهبت سدى، مجالس المحافظات اللي انا اعتبرها حلقه زائده لكن دستوريه مثل الا بتعديل الدستور، وهسه رجعوا لك اياها الفاسده، رجعوها. وين منجزات تشرين؟ لذلك انا ذكرت لك تشرين سرقت وقتلت بلا حياء، وبعض الاحيان يخرج لك نائب او سياسي فاسد ريحه فساده تسكم الانوف، يقول التشارنة او التشرينين سراق ولصوص، بينما اتحدى اي واحد من استشهد او شهداء تشرين من طلع مستمسكاتهم ما لقوا بجيبه 5000 دينار. الفاسد يعير الشريف ويتهمه بالفساد. جميل. فهذه المعادله، قوة سياسية لا تخجل وليس لديها حياء، ولن تدعم السيد السوداني أن نعم. يضرب بقوة وأن يصحح مساره ويصلح هاي التحديات. الرجل ورطوه ورسموه لسياسة الفشل وسوف يفشل. نعم. هيك. طيب سيد الصراف، العراق ممكن يصير قوي والله، يمكن وعنده أوراق يقدر الآن إيران وضعها المالي وانهيار العملة وعليها عقوبات، وتركيا الآن حالها الأمرين، ولو يتقلب علينا أردوغان الآن ويقطع علينا المياه بحيث السودان راح لقى لطيك شهر بس مي، الكويت تأخذ لك جزء منهم قصر وتفرض عليك أنه عدم نقل التجارة إلا من خلالها، كثير دول تلعب بيك. شنو اللي ينقص العراق الآن أن يفرض شخصيته؟ عنده أوراق هواي، يستغل علاقاته الخارجية، وأن يفرض شخصيته على دول الجوار، وأن تلتف القوى الوطنية إذا أكو وطنية لرئيس الوزراء تقول له اخوي روح بزودك ارسم لنا سياسه خارجيه، خلي يكون العراق لاعب يفاوض ايران ويفاوض تركيا ويقعد ياهم على طاوله، ليش نقعد بالخلفيات؟ النظام السياسي معزول استاذ قصي. شلون؟ معزول عن الشعب، معزول يعني اراده الشعب العراقي تريد شيء، يريدون مؤسسات، يريدون عداله، يريدون تمثيل حقيقي لهم. مو شعرة، تأكدوا كل الانتخابات الفاتت هي كلها مسرحيات وعملية مفبركة ومزورة وفرض إرادات الثقة. هاي وقتها. النقطة الثانية، شوف انت العراقي يمتلك زمام أموره بيده لحد الآن مهده. انت شوف لي احنا بدنا نناقش هذا الموضوع اليوم، التحديات شوي. شنو التحديات؟ يعني معناتها اكو تحديات داخلية خصوصا من الشعب العراقي. صح. اكو ثورة، اكو ثوره، لانه شنو الثوره؟ مو شرط الا تظهر سلاح ودخانيات وقنابل ورصاص حي ومطاطي وما اعرف كذا، لا، الثوره انه اكو رفض للنظام السياسي، رافضين. انت روح سوي استفتاء هسه بالشارع، شوف لي واحد يجي يقتنع، يقول لك اي والله السوداني يريد يشتغل بس ما دا يخلوه. هذا هاي الحجه اللي يعني مثل نقول دبلوماسيه، يعني بها مجامله، اما الحقيقه فكل العراقيين رافضين هذا النظام، هذه هي الثوره، هذا هو هذا طلب التغيير، معناها انه طلب الرفض. صحيح، الرفض
لانه ثوره شنو هي الثوره؟ اكو ثوره يعني بمجالات متعدده الان، الناس تريد التعليم افضل، تريد الصحه افضل، تريد السكن، تريد الشوارع افضل، تريد سمعه العراق، تريد مياه، تريد كهرباء، تريد وضع اقتصادي افضل، إيه هذا كله تغيير، هذا كله مطالب ثوريه. لذلك لما يعجز ويطلع السوداني وغيره يتحججون ويتوسلون بالشعب العراقي يريدون يرضوه، معناهم ضعاف، ضعفاء امام الشعب العراقي. الشعب العراقي هو القوي، وانا اختلف ويا مع احترامي. اي بس اللاعب وين؟ اللاعب اختلف بس اللاعب وين؟ ارجع لقضيه اللاعب. عندنا اوراق الان قويه على الدول الاقليميه بوضعها الاقتصادي المنهار، ليش ما نتحرك بقوه؟ الان تركيا انا من ادز لها وفد قوي ويحكي بقوه ويلعب باوراق الاقتصاديه، مو ما يجيب لنا، كل شيء يجيب لنا. الان اردوغان يقول لكم النفط مقابل المياه. عزيزي استاذ قصي، انت سمعت قبل يومين ثلاثه من بدت شويه صعدت قضيه ام قصر اي والحدود والعلامات الحدوديه وكذا، اي مو الناس طلعت من معظم المحافظات الوسط والجنوب ومنعوهم ما خلوهم يوصلون للبصره، تدري بيها او لا؟ هذا صح صح. انا معلومات وصلتني، مو بس لا يقولون التيار الصدري، لا حتى لو التيار الصدري، التيار الصدري جزء من الشعب العراقي. صحيح. معناه رفض. الكويت تخاف اخي، الشعوب هذه البلدان المحيطه، اكبر بلدين اللي هي تركيا وايران، صدقني خافون من ثوره الشعب العراقي. انا اجزم مو بس هم، حتى امريكا يخشون انه الشعب العراقي يثور، ولما يثور الشعب العراقي ويمسك زمام الامور بيده صدقني ما حد يقف بوجهه. وهاي الدول الصغيره اللي هي طمعانه واخذت جزء اكثر من حقها، الكويت وغيرها، صدقني هذه بكره يعني ترعب، وهي مرعوبه الان. ليش يشترون ذمم المسؤولين الان؟ ليش ينطون يغدقون عليهم ملايين؟ لانه يريدون يكسبون السلطه. صح. اما الشعب العراقي ما يكسب بهذه الطريقه، الشعب العراقي يريد حقه اخي، وهذا الحق ياتي عاجلا ام اجلا. اي اوراقك اي صراف، اوراقك ليش ما تحرك بيها؟ الان عندك شعب رافض، اوراق تحرك بيها على الاقل هسه جزء من الاوراق. ما اريدك تعلن مقاطعه التجاره مع ايران او مع تركيا، على الاقل اوراق تروح اقول عندي سياسه خارجيه، اقول والله عندي وزير خارجيه، يعني من اباوع المعله واباوع ظريف وباوع هذا بشار الجعفري ابو سوريا، اقول اكو وزير خارجيه يفرض ذولته برغم المآسي والتحديات. لا تعول على الوزراء، لا تعول على المسؤولين. بعد عليه من عول. النظام برمته فاسد خانع لاراده امريكا وايران. التعول على الشعب، الشعب بي ناس وطنيين، بي اكاديميين، بي شخصيات وطنيه، بي حتى حركات الان منظمات مجتمع مدني، بي رجال دين ايضا شرفاء ما يقبلون الآن على ما يجري للعراق. لذلك ليش أقول لك التعويل؟ أنا أختلف جزئياً مع الأخ دكتور سنان أنه من قال الشعب العراقي ما يسوي شيء أو قسم يطلقون، يعني هذه الحقيقة غير صحيحة، وأنا يعني ما أرتاح لها، غير يعني ما مقبولة أنه الشعب العراقي نايم. الشعب العراقي لا ينام، ماكو شعب حي بالعالم ينام أبداً، الشعب العراقي حي متحرك وعليه أمل. ولذلك ليش أقول لكم، ليش جابوا هاي 20 سنة؟ ليش احتلوا العراق الأمريكان بطريقة هذه همجية؟ المجرمين جو يدمروا العراق، لماذا؟ لأن يعرفون الشعب العراقي شعب ثائر، ما يستوعب أن تجي قوة خارجية تحتل لا بلده ولا المنطقة العربية. وأجيب لك مثال. نعم. هذه قضية حرق المصحف الشريف. نعم. استوى الشعب العراقي، انت قل لي، انت هاي قدامك بالاعلام، مو دخل على السفاره السعوديه، والشعوب الاسلاميه كلها نايمه تمام، لولا رحم الله والديك استوى، مو بهذلهم حتى بالخارج. هو اللي مو لانه اللي حرقه واحد ملحد عراقي، لا، لانه هذه مساس بمقدسات المسلمين. صحيح. العراقيين اكثر ناس تدافع عن مقدساتها وعن وطنها، العراقي يحب يعني وطنها. هو العدة ساس الرأف، هو العدة شعب بخطاب 10 ثواني من المرجعية راح حرر الأرض من أعتى عصابات إرهابية. إي أدري ما يسيطر ويقعد على الكرسي ويحكي بزوده، ليش هذا الانبطاح والتراجع؟ هذا سؤال دائما افكر بيه. سيد صراف سريعا، انت تدري كم حزب الان؟ هم هسه احنا على ذكر ايضا الانتخاب، 300 حزب اكو الان. أي. ما تقول لي منو صانعها؟ هاي صنعوها هم بانفسهم، صرفوا عليها فلوس حتى يشتتون الصف من الوطني. من المال العام. جميل سيد صراف. دكتور سنان تعليق لك.
نعم لذلك ليش أقول لك هم وحدة العراقيين هذه مؤشر خطير على كل القوى اللي تتدخل بالعراق وحدته وثورته. لذلك أنا لما أقول لما يتوحد الشعب العراقي تقوم لا تقوم لهم مثل ما يقول لك قائمة إلا أن يطيح بهم جميل. حقيقة ويخرجهم أدلاء العراق. نعم. مهمة هاي سيسارة. عندك تعليق دكتور حتى خلي الختام لك أستاذ حامد. أنا أشكرك وما عندي اعتراض على اختلافنا. سيدي العزيز، أنا ابن الشعب العراقي وأنا عايش بالعراق وأنا انتمائي للعراق. الشعب العراقي بسبب الفاسدين فقد الهوية الوطنية وأصبح مجرد تجمعات بشرية وليس شعب موحد. لن جامل تجمعات سنية، تجمعات شيعية، كردية، تركمانية وباقي القوميات والإثنيات المحترمة. فقدنا الهوية الوطنية. طبعا رأيك هذا؟ رأيي وأتحمل مسؤوليته. أي وأنا أي من الشعب العراقي. واضح. وأقدس أهلي. أنا والدكتور صراف أدري من السودان العراقيين. لا لا حتى يعني. سيدي العزيز، أما خروج على السفارة وخروج بالفتوى المباركة على داعش هذا كان بوازع ديني وليس وازع وطني. موجود جزء وازع الديني يختلف عن الوازع الوطني، خلينا نفرق. هذا توضيح بالنسبة بس ما لهم قصر الدنيا احترقت ترى يعني هذا المحاضرات خلوهم لا مو بعدين طلعوا برروا الحكومة وحتى الكويتيين برروا اكو شخصيات هدأوا الوضع اكو شخصيات قابضة فلوس اي صحيح هاي انا اشهد بيها قابضة فلوس الجماعة قابضة الدولارات والجنود اشهد احنا دائما ننتقد تدخل إيران وتركيا. إيران وتركيا من دخلها بالعراق لن جامل، لكن بنفس الوقت هذين الدولتين محترمات راح تقول اي بسياسة طبعا لا 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 راح تقول تتناقضت شنو انت تقول انا ضد تدخلهم شنو محترمات. تدري ليش هذول تدخلوا حبا بأمنهم القومي؟ الخلل مو بإيران، الخلل بالسياسي الهزيل الموجود بالعراق. اي لذلك انا اقول مفاوض قوي يروح يفاوض هاي الدول مستعد الدول دول مصالح انا هم دول مصالح مستعد على مود الامن القومي العراقي احرق دول الجوار من تجي فرصه. امن القومي مقدس اخي. تركيا وايران جعلت العراق حجابات متقدمه لحمايه امنها القومي. نعم يساومك على المي وما يعطيك مي. وامريكا ايش مسوي بالسماء؟ امريكا امريكا متونسه. امريكا عندها علاقات مع تركيا وايران هم من العراق. ما عليك ما تحت الطاوله يختلف اما فوق الطاوله. اخي الكريم اذا عندك سؤال اي جوان الوقت داهمني داهمني. دكتور سنان سعدي شكرا جزيلا لجنابك سياسي المستقل شرفتنا. شكر موصول ايضا لسيد حامد الصراف الباحث في الشان السياسي. استاذ حامد شرفتنا شكرا جزيلا لجنابك. عزيزي لكم تحيه الله يحفظكم. واذا يسمح لنا السيد المخرج اهم بشرى سار للشعب العراقي. اكو شخصيه ترند الشعب العراقي يتابعها ويتابع اخبارها ومنجزاتها وماذا قدمت على مستوى الأمانات الضريبية. الآن السيد نور زهير التقط صورة حصرية في سويسرا ويسلم على الشعب العراقي من سويسرا. وهاي خوش بشرة سارة أنه السيد الآن بطيارته الخاصة راح لسويسرا. هاي البشرة السارة ومضمون اللي أردقوله مهم الآن على مستوى ما حدث البارحة من نتائج اللي ظهرت مال طلبة السادس. مبارك طبعا لكل اللي نجحوا وإن شاء الله حظ أوفر للي ما حالفهم الحظ بالنجاح. لكن أثيرت القصة مال ابنة وزير التربية السيد إبراهيم النامس الجبوري اللي جايبه 98 فاصلة كسر يعني 99 تقريبا. اعترض الكل قالوا لولا أبوها وزير تربية ما جابت هذا المعدل لبنية وهيك بهالطريقة هاي. والشعب العراقي ما عنده حديث غير السيدة حنان ابنة مع الاحترام طبعا أكيد والتقدير كل شيء عراقي مقدس. أثارت الرأي العام العراقي واليوم النزاهة حسب علمي والاتصال بي شخصيا طلبوا كل الأوليات. فأني أرد أقول يعني مع احترامنا إن شاء الله البنية شاطرة وهي اللي عبرت بزودها مو أبوها وزير للتربية. لكن أنا عندي معلومة وهاي المعلومة موثوق منها. النزاهة راح تفتح هذا الموضوع بتربية صلاح الدين ومدرسة الخصم للبنات إذا الاسم صحيح. تفتح تحقيق عن درجات الابنية والآلية وشون صار الامتحان وأكيد راح يصير تقرير من النزاهة واضح. إذا تقرير النزاهة قالك وعملية تزوير والأسئلة قامت تجي للبيت والامتحان يصير بالبيت وهاي الدرجات هي بناء على أسئلة مسربة
فهنا أنا يدخل رئيس الوزراء والجهات المعنية لمحاسبة كل الشخصيات حتى المعلمين. وإذا كان الموضوع لا والله البنية بزودها ونجحت فعلى النزاهة أيضا أن تبلغ الإعلام يقول يا بابنة وزير التربية البنية ناجحة بزودها وهي شاطرة وهاي قراءتها. بس المعلومة الحصرية للشعب العراقي إخوان السيد طبعا كل شيء محاصصة والوزارات محاصصة لأشخاص وللحجي وللسيد وللشيخ الفلاني ولا النائب الفلاني والزعيم الفلاني والقيادي الفلاني. وزير التربية جاء به السيد أحمد أبو مازن الجبوري، مدير تربية صلاح الدين طبعا البنية داوم في تربية الخصم للبنات في صلاح الدين، مدير تربية صلاح الدين عينه أبو مازن الجبوري، وزير التربية عينه أبو مازن الجبوري، مدير المدرسة هاي عينه أبو مازن الجبوري، وحزب أبو مازن الجبوري هو جاب الوزير وهو الآن يسيطر على الوزارة وهي بعلم رئيس وزراء. يعني هسه إذا تسأل السيد رئيس الوزراء أو القيادات أو الأحزاب أو محللين راح يقول لك وزارة التربية من حصة أبو مازن الجبوري. فلذلك أنا أعلق أنه طالما الوزير جاب أبو مازن ومدير التربية صلاح الدين جاب أبو مازن ومدير المدرسة جاب أبو مازن فاحتمالك وخلل، وإن شاء الله حق الرد مكفول. السلام عليكم.